في هذه الإشارة السنوية للسنة الثانية على التوالي المدعوم من السيد شتوي بن عبد الله التواهي الهاجري وأخوانه الداعمين الرسميين لسباق هذا اليوم الداعمين. لسباقات المفاريد والمشاركين في عالم سباقات المفاريد اللي في أول المراكز في هذه اللحظات. هذا الفارس السيد نوح محمد الزعبي في أول المراكز في هذه اللحظات. أما في ثانية اللي في ثاني المراكز هذا هو رقم 7 اللي في أول المراكز في هذه اللحظات. هذا هو مباشر وتعود ملكيته مباشر للسيد سعيد بن محمد السومالي في أول المراكز. أما في ثاني المراكز هذا هو نشوان للسيد راشد بن سعيد المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا هو شاهين للسيد فيصل بن شفيع المري ورش عرب بن مسعود في رابع المراكز. هذا هو الباز للسيد حمد بن سالم بن محمد المسعود واصلكم في هذه اللحظات. شعار اللفجح في خامس المراكز. هذا هو الباز للسيد خالد الحميدي اللفجح في هذه اللحظات. واما في اول المراكز وحتى هذه اللحظات هذا هو مباشر بتعود ملكيته مباشر للسيد سعيد بن محمد الصومالي الدبلوماسي. وعلى الهواء ابسن حيا مباشر انتزع مباشر المركز الاول وشوط الختام مع مباشر وراح مباشر بالناموس. نقول سلام يا بسدر سلام سلام على هذا الناموس وعلى هذا الفوز والاداء المستحق. اما في ثاني المراكز اللي واصل في هذه اللحظات هذا هو المحيط للسيد ابداح بن حمد بن شينان الهاجري مع المحيط في ثاني المراكز. ولكن مباشر انتزع المركز الاول وسيطر سيطرة تامة. نقول تهانينا والناموس على فوز مباشر. اما في ثاني المراكز اللي هو المحيط للسيد ابداح بن حمد بن شينان الهاجري. ثالث المراكز نشوان للسيد راشد بن سعيد المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. التوقيت الزمني 2:11 و30 جزء من الثانية. تهانينا والناموس وما زال افضل توقيت مع زاخر للكبيسي في الشوط الاول الرئيسي اللي فايز بالبرج المركز الاول في الشوط الاول الرئيسي.